تتوالى سلسلة الانسحابات من المعاهدات الدولية من قبل موسكو، فبعد إلغائها اتفاقية حظر تجارب الأسلحة النووية قبل أيام، تعلن عن انسحابها مؤخرا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، موجهة أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة وحلف الناتو بالتحايل على قيودها من خلال توسع الحلف شرقا. حلف الناتو ازداد عددا في الوقت الذي تم توقيع الاتفاقية في سبتمبر 1990، كانت هناك 16 دولة عضوا في حلف الناتو، والاتفاقية كانت موقعة مع حلف الورسو مع 6 دول من حلف الورسو. اليوم عدد الدول في حلف الناتو يقترب من 30. انضمت فنلندا، تنضم قريبا السويد إلى الاتفاقية، وبذلك بنود هذه الاتفاقية لا تعمل. رد سريع من قبل حلف شمال الأطلسي الذي أدان الخطوة الروسية وعلق بدوره العمل بالمعاهدة، مؤكدا أن ذلك سيزيد من قدراته الدفاعية من خلال تكثيف التخطيط والتدريب لقواته. وأمام هذه التطورات يقترب خطر المواجهة المباشرة بين روسيا والغرب. بحكم القانون سترد دول حلف الناتو بالمثل، ولكن هذا لا يلعب أي دور لأن الاتفاقية غير فعالة وغير عاملة، ويجب أن ننتظر إلى فترة تاريخية أخرى، إلى حقبة أخرى، ربما حرب باردة جديدة أو حرب ساخنة لا قدر الله، وبعد ذلك تجلس الأطراف الدولية على طاولة المفاوضات. وقعت معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا عام 1990 إبان الحرب الباردة، بهدف منع طرفي النزاع من حشد قوات لشن هجوم سريع ضد الطرف الآخر. وبوقف هذا الاتفاق يصبح الأمر متاحا وسط تصعيد لا يبدو أن نهايته قريبة. الانسحاب من المعاهدات الدولية ينذر بتوسع العمليات العسكرية على حدود روسيا مع أوروبا، والعودة إلى سباق التسلح في ظل أزمات إقليمية ودولية، وأهمها بالنسبة لروسيا الأزمة الأوكرانية. مرام حمصي، اليوم، موسكو.